أكلات صحية مفيدة معاك كل خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم نتعلم أكلة جديدة وطرق التقديم وياكم وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في لقائكم المتجدد يوميا على قناتكم الجميلة قناة الصحة والجمال وبرنامج ساعة شهية. النهاردة حركات وتكات بسيطة وسهلة. هنعمل إيه؟ هنعمل حاجة خفيفة ولذيذة. ليه خفيفة وسهلة ولذيذة؟ عشان هي من ابن النيل الجميل. دايما زي ما وعدكم ابن النيل اللي هيجيب حاجات بسيطة وسهلة وهيعملها عشان نتعلم فن الطهي على أصوله من شيفنا الجميل الشيف رائد ابن النيل. عايزين نعرف الدنيا ايه؟ طيب نتكلم بعد ما نشوف اكلاتنا النهاردة ايه عشان وقت الحلقة ما يضيعش من بين ايدينا. النهاردة هنعمل كباب حلة وهنعمل حلو وهنعمل رز بسمتي وهنعمل لحمة محمرة. طب نشوف الدنيا فيها ايه. اول حاجة معانا ايه؟ اول حاجة معانا كباب الحلة، وننزل بمقادير كباب الحلة. تمام، ادي المقادير امام حضراتكم على الشاشة. عبارة عن ايه كباب الحلة؟ عبارة عن نص كيلو لحم بقري. تمام، انا جبته وتبلته. التتبيله ايه هي؟ هنقولها بعدين. كباب الحله مقاديره امام حضراتكم على الشاشه: نص كيلو لحم بقري، ربع كيلو طماطم، 2 بصله متوسطه الحجم متقطعه جوليان، نص ليمونه، 4 ثمرات فلفل رومي وحار، ورشه ملح، ورشه فلفل، رشه كمون، رشه بهارات، و2 فص ثوم مهروس، وعندنا طبعا الماده الدهنيه المتعودين عليها، الزبدة مع الزيت. نشوف هنعمل ايه ونشوف الدنيا ماشية معانا ازاي. انا كده هبدأ هعمل ايه. اجيب الطاسة بتاعتي الجميلة اهي، دي الطاسة بتاعتي الجميلة. اولع النار عندي، اهم شيء طبعا الطاسة تكون معانا. لازم. طب هو كباب حلة هنعمله في الطاسة ازاي يا شيف؟ ما احنا ممكن نعمله في الحلة. طب ما نخليه كباب ايه، طاسة. ماشي، يمشي الحال، يمشي الحال، يمشي كباب طاسة ويمشي كباب حلة. تمام، اوسع كده لنفسي واشوف دنيتي انا هعمل ايه. اهو اول حاجه جبت حطيت الماده الدهنيه اللي عندي اهو، 3-4 مكعبات زبده مع حبه زيت، يسخنوا كده مع بعض، اكون جاهز عندي بالبصل. حاجه سهله وخفيفه وجميله وهتعجبكم جدا اهو. تمام، خلي الماده الدهنيه بتاعتي كده على جنب وهنشوف احنا شغالين ازاي. طبعا انا معانا اللحمه، تبلت اللحمه ازاي يا شيف؟ اقول لكم انا تبلت اللحمه ازاي. شوف، جبتها قطعتها شرايح صغيره جدا اهي. شوف كده الدنيا معانا عامله ازاي. انا ماشي، شايف الدنيا ماشيه ازاي اهو. البس كده كلافس الاول عشان امسك اللحمه واشوف الدنيا ماشيه معايا ازاي اهو. واحده هنعمل ايه بقى زي بعضه، علمنا. ماشي ماشي يا شاهد، جاي لك يوم انا مش عارف البس الكلافس. ماشي. تمام، لبست الكلافس اهوت يا شاهد عشان ما تزعلش. تمام، قطعت اللحمه شرايح اهو بالطريقه دي. تمام اهو، يعني ايه، قلت اغير كده الدنيا اشوف لو عايز اقطعها صغير جدا. ماشي، مفيش مشاكل اهو اهو. حاجة بسيطة عندي كده، ايه زي ايه، زي الجوليان كده، الشرايح الطويلة. تمام، ادي معايا هي ايه على النار المادة الدهنية اللي عندي. طب تبلت يا شيف بايه؟ شايفين اللحمة بتاعتك كده شكلها ايه، صمرة شوية. اقول لك يا ست الكل، انا تبلت ايه، انا خدت مية بصل. خدت ايه؟ مية بصل. جبت بصلاية وبشرتها وخدت المية بتاعتها، خدت المية بتاعتها مع فص ثوم مهروس، مع حبة فلفل اسمر، مع حبة كمون، مع سنة خل، وحطيت ده كله وخليتها بتاع نص ساعة او ساعة الا ربع مع الملح بتاعها الجميل. تمام، وديتني اهو كده اهو، ده اللي انا ايه، اللي انا عايزه. تمام، ماشي الدنيا معايا حلوة زي الفل اهو. وادي عندي البصل قطعته جوليان اهو، متقطع جوليان زي ما انتوا شايفين كده مع المادة الدهنية كده اهو. ولا اسهل ولا اروع من كده معاك يا ابن النيل يا جميل اهو.
اخلع كده الكلبس وابدا ايه اشتغل واحده واحده معاكم كده ونشوف هنعمل ايه في الكباب الحله الجميل اللذيذ. اهو انا معايا التوم، ابدا كده ايه اخد التوم كده شرايح كده بسيطه وصغيره اهو تمام، فصين ثلاثه توم مش اكتر يدوني تيست وطعم في الكباب الحله اللي معايا. بصراحه يا جماعه انا بعمل الكباب الحله ده بكذا طريقه وباكتر من نوع. بتعمله ازاي يا شيف؟ انا بعمل بنفس الطريقه وممكن احط عليه بطاطس يبقى كباب حله بالبطاطس، ممكن احط عليه كوسه يبقى كباب حله بالكوسه، ممكن اعمله خضار يبقى كباب حله بالخضار، مثلا ايه بسله بالجزر، جزر بالبسله، اي حاجه كده. تمام ماشي الحال والدنيا معانا حلوه وزي الفل. اهو انا عايز كده ايه كانه مهروس نص هرسه التوم معايا اهو، حاجه بسيطه كده وسهل اهو، شايفين هو ده اللي انا عايزه اهو. بستنى دقيقه كده على جيب معلقتي الجميله كده اهو اهو تحويشه كده اهو، شايفين كده ايه الدنيا معايا حلوه وزي الفل اهو. حطيت الماده الدهنيه الزبده والزيت تمام كده، نيجي لها هنا زود النار هنا شويه عشان اللي عندي اعلى عشان الوقت اهو. تمام انا كده بعمل ايه؟ بعمل الكباب الحله، كباب محشي، كباب محشي يا عم. ماشي كباب الحله اهو، انا عايز ايه البصله. البصله كده نص تمام، نص كده ايه معايا، ومعايا التوم اهو، ما تلحقش تصفر يعني اهو، واخلي هنا كده ايه للفلفل واحده، يقلب كده مع بعضه، اديني التست اللي هو ايه الجميل بتاعه اهو. ابدا بقى كده ايه اقطع الفلفل اللي معايا، بقطع الفلفل والطماطم، باخد ثمره فلفل كده كده اهو، ثمره واحده فلفل احمر وثمره واحده فلفل اخضر اهو، زي ما انتوا شايفين بنقطع، وحاجه بسيطه وسهله وسريعه وهتعجبكم ان شاء الله اهو. تمام عندي فلفل حار اهو زي ما انا شغال كده تمام، والدنيا معايا حلوه وزي الفل اهو، شايفين حلقات كده سبايسي فلفل حار عشان تبقى دنيتي جميله اهو. ده كده ايه الفلفل اللي معايا على طول كده سريع في السريع. اه ريحه التوم يا دوب طلعت وانا خدت التست اللي معايا اهو. معايا ايه بقى كده بعد كده؟ معايا الطماطم. يا سلام، يبقى كده عملنا ايه واحد اتنين تلاته اهو، واحد اتنين تلاته ازاي؟ يبقى الزبده والزيت، البصل، التوم، الفلفل اهو مع بعض كده. ادي الطماطم، احاول اشيل عنق الطماطم كده، بشيل كل المواد الكيماويه بتبقى تمام اهو اهو، شايفين احنا بنشيل ام الطماطم عنق الطماطم ليه؟ عشان كل المواد الكيماويه والادويه اللي بياخدها الخضار بيترسب عندي في العنق اهي، هي ليه دي انا كده بشيلها خالص وبتخلص منها، كل الكيماويات بتبقى متركزه فيها اهو. تمام انا كده بقطع واحده واحده اهو باي طريقه سهله، دايما انا في تقطيعي وشغلي اخلي حاجه كبيره وحاجه صغيره، ليه؟ الصغيره مش عاوزها تبان والكبيره عاوزها تبان اهو، اروح كده وانا شغال دايما تبقى ابقى مركز على الحاجه اللي على النار اهو.
بصل، فلفل، ثوم كده تمام اهو. هو ده الكباب الحلة. يا سلام بقى لو كان ايه مدخلين المرة دي معاه البطاطس، بس ان شاء الله المرة الجاية نعمله بطريقة احلى وافضل بالبطاطس اهو. تمام، نكتفي بهذا. واحدة واحدة كده بنزل. تمام معاك اهو. تمام، اقلب انا بقى كده. لكن الريحة والجمال تست بتاع الجميل ده، دقيقة واحدة واديله ايه بهاراتنا الجميلة. طاسة تانية كده سريعة، وعلى السريع اعمل حركة كده اهو. تمام، ده مكعب الزبدة اللي كان فايد مني من المقدار اهو، حطه كده مع تمام. احول انا كده عشان سرعة النار اهو، خلي دي كده على النار الهادية. اهو سنة مية، حبة بسيطة اهو. تمام، مادة دهنية بتاعتي اهو، حاجة بسيطة كده هنا، مادة دهنية. ليه كده يا شيفنا؟ خليكم معايا وشوفوا هيعمل ايه. ابدأ بقى كده ايه اتحرك واحدة واحدة كده بايه باللحمة بتاعتي زي ما هي كده، باخدها اهو واحدة كده، اديها التشويحة بتاعتي بالتتبيلة بتاعتها الجامدة اللي انا عاملها اهو. هتاخد دقيقة صدمة كده على السريع، على سريع السريع. ايوه طعمية، ايه رأيك؟ اهو تمام. دي التتبيلة بقى اللي عندي، المية دي يا جماعة التتبيلة اللي عندي. انا كده خلصت، اوسع لمكاني اهو. قلب كده التشويحة السريعة بتاعتنا دي اهو. انا ايه كده الدنيا ماشية معانا حلوة وزي الفل. نوسع كده المكان ونروق الدنيا معانا اهو. تمام، انا عندي البهارات. بهاراتنا ايه؟ بهارات نجيب كده البهارات كده امامنا كده عشان نشتغل ونشوف الدنيا ايه معانا اهو. اول حاجة انا هنزل بفلفل اسمر اهو، فلفل اسمر الاول على اللحمة اهو. تمام، خلينا كده مع اللحمة. شايفين بقى كده عشان ايه؟ تحبس خلص من المية اللي فيها بتاع التتبيل عشان تديني ايه الطعم اللي انا عايزه اهو. تمام كده، طعم المية بتاع التتبيلة هيمسك في اللحمة عندي اهو. وادي سنة ملح عشان نظبط الدنيا مع بعض اهو. تمام، شايفين الدنيا حلوة زي الفل ازاي اهو. يا دوب هتاخد دقيقة واحدة دي بس كده ايه كاميرا كده، ونقلب هنا بس بعد ما ايه نعلي النار شوية عشان ننجز. وبعد كده اخد الملح عندي، ولاحظ ان انا حطيت ملح فلازم اكون مظبط انا عارف حطيت قد ايه اهو. ادي الملح، ادي الكمون اهو، ملح كمون فلفل بهارات. كده عندنا اربع حاجات بهارات. تمام كده ماشي الحال. يبقى ملح فلفل بهارات، عايز ازود اي حاجة تاني بزود، جنزبيل ماشي، زعتر ماشي، لكن انا هكتفي بالحاجات اللي ميسرة معايا اهو. احلى كده
من كده مفيش، واسهل من كده ما تلاقيش. وبنقول اي حد عايز يستفسر عن اي سؤال يخص فن الطهي يتصل على ارقامنا الموضحه امام حضراتكم على الشاشه من اي تليفون محمول 1744، ومن اي تليفون ارضي 0900 97 44، ومنتظرين اتصالاتكم واستفساراتكم عن اي شيء يهم المطبخ. تمام، نقول احنا كده شرحنا ايه ونقول عملنا ايه. دلوقتي احنا بدأنا قلنا هنعمل كباب حلة. كباب حلة جبنا اللحمة قطعناها شرايح زي ما انتم شايفين، وبعد كده تبلناها بمية بصل وتوم. تمام، تبلناها بمية بصل وتوم، وبعد ما تبلناها حطينا رشة ملح، رشة فلفل، رشة كمون اللي عندي من البهارات، وسبتها حوالي نص ساعة وقلبتها في بعضيها وفلفل أسمر، وخليتها تقريبا نص ساعة أهو. تمام، لا 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 تمام، نرفع كده شوية. خلاص احنا كده مش عايزين ايه أهو. خلاص شايفين كده، دي مية التتبيلة اللي ظهرت معايا في اللحمة، دي كلها مية التوابل معايا. شيلها بس دقيقتين كده ولا حاجة اهو. وبعد كده هنا انا بقلب هنا اهو، وبعد ما ركننا اللحمه في التتبيله نص ساعه، عملنا ايه بقى في الكباب الحله؟ ايه اللي احنا عملناه؟ حطينا الماده الدهنيه، وحطينا البصل، وحطينا الثوم المهروس، وحطينا البهارات بتاعتنا والطماطم وكله كده مع بعض والفلفل، وبنقول اهو. تمام كده ايه، انا هاخد ده كده اركن ده هنا كده، وانا مش عايز ايه ميه التتبيله دي. ممكن اعمل منها صوص تاني، لكن انا اخد كده واحده واحده وانزل بكباب الحله الجميل اهو. تمام اهو، انقل على النار الاسرع اهو. تمام كده أهو. واحده واحده كده واحنا شغالين عشان ننجز ونعرف احنا عملنا ايه. ابعتنا الماده الدهنيه، وبعد ما حطينا المادة الدهنية عملنا ايه؟ حطينا البصل، وبعد ما حطينا البصل حطينا التوم، وبعد ما حطينا التوم فلفل، وبعد كده الطماطم والبهارات بتاعتنا الجميلة، وسيبنا كده حاجة بسيطة اهو. ده اللي أنا كل اللي انا عايزه. المية دي خليها ممكن اعمل منها صوص بعد كده، وممكن مش عاوزها. تمام، ابدأ اقلب كده اهو. شايفين الدنيا حلوة ازاي؟ حلوة طبعا، لازم تكون حلوة عشان مع ابن النيل اهو. شايفين؟ اوكي، انا دلوقتي هروح لفاصل سريع وبعدين ارجع اواصل. اغطي الاول طاستنا الجميلة، اغطي كباب الحلة بتاعنا، ونقول عايزين فاصل، وبعد كده نرجع نواصل. فاصل ونواصل، اوعوا تروحوا بعيد، دايما عندنا كل جديد. اكلات صحيه مفيده معاكم، خطوه بخطوه بطريقه بسيطه جديده. انا موعد يومي معاكم في المطبخ، نستناكم نتعلم اكله جديده وطرق التقديم وياكم. رجعنا بعد الفاصل نعمل حاجة صعبة، لا سهلة جدا، مش هنقول صعبة جدا، هنعمل رز بسمتي. ننزل بمقادير الرز البسمتي وبعد كده نشوف هنعمله ازاي وايه الدنيا مع البسمتي. تمام اهو، ننزل بالمقادير ولا لسه كتير؟ المقادير قدام حضراتكم على الشاشة. رز بسمتي نص كيلو رز بسمتي. تمام، طب فين بقى المقادير؟ بقى المقادير معانا على النار. نص كيلو رز بسمتي، 2 معلقه زيت، ورق لورا، حبهان، قرنفل، ملح، هو ده كل المقادير اللي عندنا. نقول تاني، نص كيلو رز بسمتي، 2 معلقه زيت، ورق لورا، حبهان، قرنفل. طيب تمام تمام، ادي كل حاجه معايا اهو. شايفين معايا على النار ايه؟ معايا على النار ميه الرز. تمام، ميه الرز زي ما انتم شايفين اهي، بس انا كده هنزلها. ليه بقى؟ عشان انا عندي حله تاني اهو، حطها على النار وقرب دي من دي. انا حطيت الميه تغلي، حطيت ميه الرز تغلي عشان نكسب وقت. تمام، حطيت فيها الملح، حطيت فيها القرنفل، حطيت فيها الحبهان، حطيت فيها الورق اللورا،
وعندي فيها لحمة عشان هنعملها لحمة محمرة. بس ازاي هتعرفوا الاول؟ خلينا في الرز بتاعنا اهو. تمام، ناخد الشوربة كده. ده كده ايه؟ شوربة الرز البسمتي اهو، ما شاء الله الدنيا معانا حلوة وزي الفل اهو. فلفل اخضر ممكن اضيفه، الشوربة هيبقى معايا زي الفل. حبهان اهو، واحدة واحدة كده احنا شغالين، تبقى معانا الدنيا حلوة وزي الفل. انا بغسل الرز البسمتي واجهزه معايا اهو طبعا. واحنا عارفين يا جماعة ان الرز البسمتي بيحب المية كتير، بياخد ضعف مثلا الكمية معانا اهو. تمام كده معايا ايه دنيتي زي الفل اهي اهو. تمام، اغطي بقى ايه المية بتاعتي واشيل الحلة ديت. اللحمة ديت هنعرف احنا هنعمل فيها ايه. ارسم كده واوسع الدنيا معايا، احط ايه معلقتين الزيت اهو كده، شايفين واحدة واحدة يديني لمعة ويديني قوام للرز البسمتي. تمام اهو، ده كل اللي انا عايزه. احاول بقى ايه اظبط الملح عندي. تظبط الملح يا شيف؟ انت قلت انا حاطط ملح، ماشي انا حاطط ملح للحمه، ولكن دلوقتي هيزيد معايا الرز. تمام، فلازم ازود التكه بتاعتي بتاع الملح. تمام كده اهو. تمام كده اتاكدت 100% اني ايه ظبطت دنيتي في الملح. هتعمل ايه يا شيف؟ الميه يا دوب غلت، هي عشان كانت سخنه اهي، وادي الرز اللي عندي كله مغسول ومنقوع قبليها اهو، كله كده نص كيلو رز معايا اهو. تمام، انت هتعمله ابيض؟ اه نعمله ابيض النهارده. الناس متعوده طبعا على الرز البسمتي يكون اسمر، ولكن احنا النهارده هنعمله ابيض اهو. تمام كده، خلاص كده يا شيف اهو. هياخد قد ايه؟ مش هياخد اكتر من تلت ساعه ان شاء الله معانا على النار، وهيبقى زي الفل. نشوف الكباب الحله بتاعنا، شوف الكباب الحله بتاعنا دنيته ايه اهو. ده الكباب الحله بتاعنا اظن كده ايه استوى كده استوى. اه ده كده استوى وزي الفل الفل كمان اهو. تمام، هنغرف دلوقتي. اه هنغرف دلوقتي، بس ادوني دقيقه اطلع الطبق اللي هغرف فيه وزين كده ايه بحاجه بسيطه اهو اهو. ده الطبق الجميل بتاعنا اللي ايه هنزين وهنغرف فيه. طيب كل حاجة كده معايا تمام التمام، كل حاجة معايا تمام التمام. اروح اجيب كده ايه حاجة نزين بيها، نعمل رسمة كده بسيطة. هنجيب ايه كاتشب. تمام، نبدأ نشتغل. شايفين انا بعمل حاجة ازاي بسيطة؟ ده اهم ما في الموضوع طبعا يابا. ماشي يا عم، مخاصمني ليه يا عم؟ احنا شكلنا كلنا هنخاصم بعض ولا ايه؟ ماشي الحال اهو، حاجة كده منظر جميل كده عشان لما اجي اغرف تبقى معايا الدنيا حلوة وزي الفل اهو. تمام، انا بقى مش هغرف ده كله، هغرف حاجة بسيطة وبعد كده اخلي حاجة نغرفها مع الرز اهو. تمام كده وانا شغال اهو، واحدة واحدة كده بالحلة الجميل بتاعنا. الصوص بتاعه ده هنغرفه تاني. ونقول وفي مطبخنا هنتعلم. نركن كده وبعدين نظبط دنيتنا بمعلقة صغيرة كده، نحاول نظبط الأداء اهو. عندي كده كام شريحة طماطم على كام شريحة خيار، انا هحضرهم وهشتغل بيهم ازين حاجة بسيطة كده ايه تديني منظر معايا كده جميل اهو.
نتعلم أكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة تمام كده بطريقة بسيطة جديدة كده وفي مطبخنا هنتعلم وادي كده طبقنا الجميل اللي معانا. ولكن دلوقتي عاوزين نروح لفاصل، احط دي كده على النار تاني وبعد كده ايه نشوف هنعمل ايه. تمام نروح لفاصل فاصل وبعدين نواصل مع رجعنا بعد الفاصل نواصل مع ساعة شهية واكلات صحية لذيذة. تمام انا عندي كده ايه لحمة محمرة، طب هتحمرها ازاي يا شيف وهتعمل ايه يا شيف؟ يلا نشوف، بس نشوف المقادير الاول. المقادير عندنا ايه؟ ننزل بالمقادير ننزل بالمقادير. عندنا ربع كيلو لحمة هنحمره، الربع مقادير اللحمة المحمرة. تمام؟ وعندنا ثلاث ثمرات فلفل الوان، وعندنا 100 جرام عيش متحمص، وعندنا البهارات بتاعتنا فلفل وملح وكمون. تمام وادي المقادير امام حضراتكم، نص كيلو لحمه مش ربع، وعندنا 3 معالق زبده 3 معلقه زبده، وعندنا 2 ثمره فلفل الوان، وعندنا نص معلقه فلفل اسمر، وعندنا رشه كمون ورشه ملح و100 جرام عيش محمص. هنعمل ايه؟ هنشوف احنا هنعمل ايه. تمام نوسع كده لنفسنا ونشوف الدنيا هتمشي معانا ازاي. اهو ابدا كده، شفتوا المقادير عملنا فيها ايه؟ تمام اهو. تمام اجيب طاسه اللي هحمر فيها واجيب الماده الدهنيه اللي عندي اهو. تمام انا عندي اللحمه اللي انا استخدمتها لايه؟ للشوربه. اجيب كده الماده الدهنيه الزبده النهارده، بس في ده بقى انا هاخد ايه؟ زبده بس، الزبده بس، انا عاوز الزبده بس عشان تديني تيست عالي في التحمير اهو. تمام حلو الكلام، يلا كده مع بعض نشوف هنعمل ايه قبل ما الزبده تسيح. دي الحله اللي انا عملت فيها اللحم، اجيب حاجه كده ايه اطلع فيها اللحم اللي عندي الجميل. لحم ايه اللي انت عملت شيف؟ لحم اللي انا سلقت اهو، اللحم ده سلقت في الميه ليه؟ عشان اخد شوربه الرز اللي عندي اهو. تمام حاضر. تمام تم تمام كده انا خدت اهو الدنيا بتاعتي كده، شيل حلتي كده بعيد، هنجيب ده كده، دي اللحمة عندنا وده الفلفل وده العيش ودي الدنيا الجميلة بتاعتنا اهو. المادة الدهنية عندي على النار اهو، ما اسرحش خليها بعيد كده لما اقطع ايه الفلفل الجميل اللي عندي اهو، حلقات كده حلقات كده عشان يظهر معايا اهو. تمام ابدأ كده ايه اشيل البذر بتاع الفلفل، انا عايزه كده حلقات اهو. تمام كده اهو. واحده واحده كده قطعنا الفلفل، يبقى اللحمه المحمره هنعملها بطريقه بسيطه وسهله جدا. وادي الفلفل الالوان معايا، ده كله هيديني ايه تيست رائع وانا شغال اهو في نفس الطبق كده وانا شغال اهو. اشوف كده دنيتي هنا تمام، اخلي ده هنا كده عشان هشتغل بيها تاني، ولكن اروح لايه؟ اروح للمادة الدهنية اللي عندي. بنزل بالفلفل اول حاجة تمام، وهو هو الطبق اللي معايا وده العيش اللي عندي. اجيب الدنيا كده تاني وابدا اعمل ايه؟ البس كلابس عشان اقطع اللحمه. اقطع اللحمه بقى ايه؟ يعني حتت كده متوسطه
يعني انت تكلمني مش عاوزني ارد عليك ليه يا عم؟ اهو ابدا كده اقطع اللحمه في حتت صغيره كده، انا سالقها ومجهزها اهو تمام. شايفين ولا ما انتوش شايفين؟ اهو كده انا بدات اقطع اللحمه، الحته اللي عايزه تقطع بقطعها واللي مش عايزه تقطع مش بقطعها اهو. ده بقى ايه اللي عندي ده ايه بقى اهو كده. نروح لدنيتنا تاني، قطعنا اللحمة كده في السريع تمام، واروح للفلفل تمام اهو. اللحمة هي متقطعة، ده بقى البوكي جرنيه اللي انا عملته في اللحمة، حطيته في مية، في مية اللحمة عشان اخد منه الشوربة. ده البوكي جرنيه بصل مسلوق وفلفل مسلوق وقرنفل وحبة هان وورق لورا، هحتاجه شوية ازين بيه كده واعمل بيه ايه تشت. تمام كده اهو. العيش المحمص اهو، ياخد الريحة بتاعتي معايا تست الجميل. اهو شايفين الدنيا ماشية معايا حلوة زي الفل ازاي. البهارات عندي ايه؟ احنا قلنا فلفل، اهم شيء الفلفل عندنا، والكمون اهو. تمام، فلفل مع كمون اهو، حبة ملح عشان نظبط الدنيا كده مع بعض، وبقلب قلبت انا على جنب كده، بجيب اللحم على جنب كده اهو، شايفين هعمل ايه، وبجيب اللحم تمام اهو. واحده واحده كده هنشوف انا هعمل ايه. اخلي دي للنار واخد ده كده فوق وابدا اوسع لنفسي اهو. ما تخافش يا عبد الجبار. تمام كده اهو، خليت بجيب ده كده احبس حبسه كده للحمه الجميله عشان تاخد معايا التيست بتاعي اهو. تمام، لازم بقى كده تبقى كده دقيقه واحده تتحمر ماشي، وبعد كده اروح ايه اشوف انا هغرف مع ايه ولا ازاي، والدنيا هتبقى معايا ماشيه فين ورايحه منين وجايه منين. الطبق بتاعنا الجميل اهو اللي هنغرف فيه لحمتنا الجميله المحمره، طبعا هي مش هتبقى محتاجه جرنشه ولكن هنديها سنه بسيطه ماشي. تمام، اشوف الرز معايا الجميل اهو. تمام، انا كده لسه شويه، خلي دي دقيقة هي دي الطشة اللي انا عايزها اهو. اتأكد ان اللحمة كده اتحمرت معايا والى الغريب اهو، شايفين هو ده. هو ده ابن النيل الجميل اهو. انا بقى ممكن كاتشب، وممكن مستر ده وتبقى كده الدنيا معانا حلوه وزي الفل. وادي اللي انا قلت هيديني بصل مسلوق مع فلفل. تمام كده، كده بقى نروح لفاصل وبعدين نرجع نواصل ونشوف. ورجعنا بعد الفاصل نعمل حاجه بسيطه وسهله ولذيذه حلو، مش
عشان نكمل سفرتنا النهارده، يبقى كده عملنا الحادق والحلو وناكل ونحلي وتبقى الدنيا معانا 100 100. هنعمل ايه؟ هنعمل كاستر. كاستر حاجه بسيطه وسهله وجميله جدا، ولكن ايه، نشوف المقادير الاول وبعد كده نتكلم. عندنا 2 كوب ميه و2 كوب حليب، وعندنا 8 معالق سكر، وعندنا 4 معالق بودرة كاستر، وعندنا رشة فانيليا. هي دي كل المقادير، ننزل بيها على الشاشة عشان الناس تكتب ورانا ونشوف احنا هنعمل ايه. تمام كده اهو، يلا معانا كده نشوف احنا هنعمل ايه. تمام، المقادير امام حضراتكم على الشاشة. ده الرز، نركن كده الرز عشان نعرف نشتغل. الرز كده استوى. تمام، 2 كوب حليب، 4 معلقة مسحوق كاستر، 2 كوب ماء، 8 معالق سكر، يبقى رشة فانيليا معانا. ادي خدت السكر، ادي الميه معايا على النار. تمام، وادي السكر عليها. تمام كده، الميه والسكر ونقلب. حاجه بسيطه وسهله، مفيش حاجه اهو. اقلب كده السكر في الميه. طب يا شيف، الميه عندك بيضه كده ليه؟ انا خلطت 2 كوب ماء ب 2 كوب ميه. تمام، طيب كده عشان مش هعرف اشتغل الا كده. تمام اهو، السكر معايا في الميه، سيبه يغلي يغلي براحته ونشوف هنعمل ايه. بوله، لا اللبن في البوله بتاعته، بس انا عايز اقسم المقدار. اجيب بولة تانية اهو كده، واحط ايه، اللبن ده. التست اللي انا هعمله ده عايز يبقى معايا في الاخر اهو، حبة اللبن دول عاوزهم في الاخر معايا. تمام، ادي البودرة اللي عندي، بودرة الكاستر اهو، كلها كده كله مع بعضه كده اهو. تمام، اتاكد ان هي ايه، اذيبت او اذابت اهو. تمام كده، اول خطوه حطيناها الميه تغلي، وبعد كده السكر، وبعد كده بودره الكاستر في اللبن على البارد، وادي رشه الفانيليا معانا الجميله اهي عشان تديني التست الجميل أهو. تمام كده اهو، كله كده تمام. الميه عندي اهيت، قبل ما الميه بقى ايه تغلي كده، يا دوب ان هي داخله على غليان اهو. تمام، ابدا واحده واحده كده انزل. مع بعض كده شايفين، ابدا بقى كده معاها وانا بقلب واحده واحده كده، وهي على نار هاديه. مع بعض كده هنقلب واحنا شغالين اهو. طول ما هي على السخونه على النار انا بقلب برفق كده، واحدة 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 لحد ما تديني القوام المناسب. أي مادة نشوية سواء كانت كاستر أو نشا أو مهلف. تمام، إيه السرعة دي؟ تمام. تمام، اقلب كده واحدة واحدة لحد ما ايه اوصل للقوام اللي انا عايزه. واحدة واحدة كده، نرفع النار شوية عشان الوقت كده. تمام، طب ممكن اسيبها كده دقيقة عبال ما ايه اغرف الرز. تمام، نغرف الرز معانا، الرز الجميل بتاعنا اهو، وبرضو ابقى متابع وانا شغال اهو.
خلاص كده بدأنا نوصل للقوام اللي احنا عايزينه اهو. مهمة جدا موضوع التقليد ده يا جماعة اهو. لازم ان كل ما بتاخد نار كل ما توصل للقوام. اي مادة نشوية النشا بيتفاعل مع النار اهو. تقريبا كده ايه القوام انا شايفه مناسب ومية مية، لان كل ما هتبرد معايا كل ما هي ده كده ايه تمام. شفت النار على طول، افصل النار عندي كده خلاص تمام. انا غرف بس كده مع بعض كده ايه، هنغرف الرز بتاعنا كده تمام. رزنا الجميل ابيض حلو ده اهو. وفي مطبخنا هنتعلم اكلات صحيه مفيده مفيده معاك تمام. نغرف اهو كده تمام. اجيب بولات عشان اغرف المهنيه بتاعتي. وانا كده غرفت الرز، عندي كباب الحله اللي عندي، ابدا اغرف على الرز. كده على الرز. وفي مطبخنا هنتعلم اكلات صحيه مفيده مفيده معاكم خطوه تمام. بطريقه بسيطه نروح نجيب مغرفه عشان نغرف عندنا اهو. ده الكاستر الجميل بتاعنا. شايفين القوام ده؟ القوام المطلوب. ماشي يا حبيبي، انا بغرف اخر حاجه اهو. وفي مطبخنا هنتعلم اكلات صحيه مفيده مفيده معاكم مع بعض كده. حاجه بسيطه وسهله، يريح شويه يبرد شويه، بعد كده يدخل الثلاجه نص ساعه ساعه الا ربع، وبالهنا والشفا لاطفالنا الجمال اللزاز عشان الدنيا تبقى ايه متظبطه معانا. نرص بقى كده الاطباق، وبكده بنقول وصلنا لنهاية حلقتنا الجميلة المميزة اهو. عملنا ايه؟ عملنا حاجات كتيرة وبسيطة وسهلة. عملنا لحمة محمرة بالعيش المحمص، وعملنا كباب حلة، وعملنا رز بسمتي، وعملنا كاستر اصفر. بنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظرونا يوميا قبل هذا الموعد بساعة على قناتكم الجميلة، قناة الصحة والجمال، وبرنامج ساعة شهيد. وفي مطبخنا هنتعلم اكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة. وفي مطبخنا هنتعلم اكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة. موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم، نتعلم اكلة جديدة وطرق التقديم وياكم. وفي مطبخنا هنتعلم اكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة. وفي مطبخنا هنتعلم اكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة. موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم، نتعلم اكلة جديدة وطرق التقديم وياكم. وفي مطبخنا هنتعلم اكلات صحيه مفيده مفيده معاكم خطوه بخطوه بطريقه بسيطه جديده.